من اكتر الناس اللي بيسعوا على تاسيس ان العلاقه الزوجيه بينج بونج الناس بتوع التدين الكمي هقول لكم ليه ساعات الرجال عايزين العلاقه الزوجيه بينج بونج خدوا هات عشان الراجل لما يحس أنه هو ما عندوش حقوق يروح يتجوز تاني اه ده حقيقه لازم نعترف بده ويبقى ان الست لما بتكون بنت عنده يبقى عنده فرصه ان هو يروح يتجوز تاني وهي لما هو ما يكونش بيكون حنين عليها وطيب وبيعاند معاها تقول دي ما كانتش أخلاق حضرة النبي صلى الله عليه وسلم